يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم. في قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم. كيف يكون محياي ومماتي لله؟ نعم، في عبادة الله عز وجل، محياه ويموت على الإسلام، يموت على الإسلام، يحيا على الإسلام ويموت على الإسلام. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، أما من حيا على الإسلام ثم مات على الكفر والعياذ بالله وعلى الشرك، فهذا يكون مع المشركين ومع الكافرين. نعم.